شكرا شادي، صباح الخير مشاهدينا، برحب فيكم وين ما كنتوا عم تابعونا بلبنان بالعالم العربي والعالم. حلقة جديدة من برنامج الحدث، اليوم الثلاثاء 21 أيلول 2021. بيسرني أني رحب بضيفي باستوديو عضو تكتل الجمهورية القوية النائب زياد حواد. صباح الخير أستاذ زياد. صباح النور عليك. أهلا وسهلا فيك. بعد زمان. أي والله إلنا زمان ما شفناك بالاستوديو. جايين من جلسة ثقة امبارح، اخيرا اصبح للبنان حكومه. هلا بنناقش فيها كثير الى ما شاء الله يعني، بس على الاقل في خطوه جباره انعملت انه صار عندنا حكومه بسرعه قصوى، صاغت بيان الوزاري وعملت اخذت الثقه ومشي الحال يعني، رح تبلش تقلع. خليني بلش منكم. امبارح القوات اللبنانيه تكتل الجمهوريه القويه لم يعطي الثقه لحكومه الرئيس ميقاتي. رح اروح معك بالاسئله المباشره لانه انت حدا بيحب المباشر ونحكي معك بكل صراحه. بعد ما تعبتوا من الغارات الوهميه والحروب الوهميه وفقدان الاستراتيجيه الحقيقيه بالعمل السياسي، بالعكس سمر، هن ما تعبوا بالعقلية والذهنية اللي وصلت البلد إلى الإفلاس. هن ما تعبوا من الأوهام وسياسة الأوهام وسياسة الوعود الكاذبة على الشعب. كل هذه السياسة على مدار 15-20 سنة الماضية وصلت لبنان إلى الإفلاس، وصلت أنه الشعب اللبناني يصير ينزل قدام ترمبة البنزين والسوبر ماركت والفرماشية. هيدي السياسة، هيدي الثقافة، هيدي القيم اللي اشتغلوا على أساسها وصلتنا إلى ما وصلنا إليه. بالعكس نحن مقتنعين مع حالنا، عندنا رؤية واضحة أنه لا يمكن إنقاذ لبنان من جهنم ومن هالكارثة الاقتصادية المعيشية اللي عم بعيشها الشعب اللبناني، طالما اللي عم بشكل الحكومة بعد 13 شهر بعد تفجير العصر اللي حصل في بيروت، بعد المبادرة الفرنسية والاهتمام الفرنسي اللي حصل للبنان، بعدهم بعقلية وذهنية هيدا بده هيدي الوزارة وهيدا بده هيدا الموقع وبعد سياسة المحاصصة، وبياخدوا كل الوزارات وبيبشرونا انه ما عندهم ولا وزير، بيربحوا الدنيا جميلة انه رح يعطوا الثقة وهن مشكلين الحكومة بالغرف الظلماء. لا اكيد ما رح نقدر نمشي او نتأقلم مع هذا النمط من العمل السياسي. هذا نمط تدميري، هذا نمط تهجيري. اولادنا عم بيتهجروا، دولتنا فلست، مؤسساتنا ترهلت. ليش بتحكوا ومصدقين انكم خارج هذا النمط؟ امبارح امبارح بطلتوا تشاركوا بالحكومات. هل عمليه الهروب اللي عملتوها او عمليه الانتحار ورمي النفس من المركب او ركوب موجه الثوره تجعل من القوات اللبنانيه فريق غير معني؟ عم تحكي هالسياسات اللي سبقت كنتوا شركاء فيها امبارح ظهرتوا بالحكومه. حتى لما كنا بالحكومه ما كنا بمواقع القرار، حتى لما كنا بالحكومه كان في اجتماع حكومية ليلية عم بتصير وعم تتقطع الصفقات وكانوا ما يكونوا موجودين وزراء القوات. سكتوا عنا؟ لا ما سكتنا بولا شو سبب الخلاف نحن والتيار الوطني الحر داخل الحكومة بعد اتفاق مع راب؟ شو؟ انه وقفنا بوجههم بكثير من الصفقات وكثير من السمسرة. لا مش هذا السبب بلا الحقيقي. شو السبب؟ السبب الحقيقي لا هو قال جبران قال انه وقفنا وقفنا بوجههم بصفقة البواخر. ايه بس السبب الحقيقي يلي كنتوا جزء من هيدا الموضوع هو لو عملكم جبران بسيد يلي بدكم اياه كنتوا سكتوا. صحيح. لو حصلتوا على اللي بدكم اياه. السبب الرئيسي كان ما تكشف عنه اتفاق معراب يلي تعطوا لا بلا ما هيدا جزء يلي هو انه 50-50 بنتقاسم الاشياء في معنى وفقا لآلية تعيينات حقيقية بس قضى بيكون شوي من حقوقكم انقلبتوا. اول شيء مش شوي اكل كل بطنه كبير وبيساع كل وبده يساع كل المراكز شاطر بس شطارته مش شاطر لا والشاطر ليكون وين وصل البلد. نحن لما حصل اتفاق مع راب أنا زي كان في آلية للتعيينات، آلية للمراكز الفئة الأولى، آلية للوزراء، يكون في حد أدنى من الاستقلالية. وبدي أقول لك أكثر من هيك، باثنين أيلول على طاولة الحوار الاقتصادية اللي حصلت بالقصر الجمهوري وأتبلش الوضع الاقتصادي يتفاقم، قال لهم سمير جعجع أنا زيك لما كان عنده أربع وزراء بهيدي الحكومة حكومة الماضية، قال لهم يا جماعة تعال نستقيل كلنا ونروح نشكل حكومة من ناس أصحاب كفاءة وعندهم نوع من الاستقلالية المعينة يقدروا ينقذوا البلد ويشيلوا البلد من الإتون النار اللي حطيتوه فيه. يعني من قبل الثورة وباثنين أيلول
ولما كان هو موجود وهدف كل الأحزاب تكون موجود بالسلطة. هو قال لهم تعتنفل مني وجر ومن وقتها قال له أنا لن أشارك في ولا أي حكومة جديدة. هيدي البلد مش ممكن اللي دمرها يرجع يعمرها. مش ممكن ميشيل عون وحزب الله وهذه المنظمة يلي كان شريك بتقول هلا حقك تقول لا كان بس شريك. يلي كان حاضر ويلي كان لا في مكان في أمكانه في اتفاقيات كنتم شركاء فيها سواء كان وقت التحالف القوي مع المستقبل سواء كان وقت اللي عملتوا اتفاق مع رام مع التيار الوطني الحر كنا وقت كنتوا كنا حاضرين كنا حاضرين في التقدم الاشتراكي كان هل ما تقولوا لي كنتوا واقفين عم ترشوا ماي صلاين بالصفقات ما كنا موجودين عمليا بدي لك شغله عن جد وانا ما بدي دافع اذا ما كنتوا موجودين وطلعوا لكم حصه منا سكتوا عنا كنا لا كنا حاضرين. تنختصر هذا الكلام نحن في مجلس وزراء لم نكن مشاركين كنا حاضرين ومشاكسين وهن سمونا انه على طول ما تستشيروا وزراء القوات اللبنانيه او ما تاخذوا برايهم لانه على طول رافضين اكيد رح يضلوا رافضين كل سياسه الصفقات وكل سياسه السمسرات. تنرجع للواقع الحالي انه هذا اللي بفيد انا اللي بقوله انه طالما الذهنيه ذاتها بتشكيل الحكومه طالما نحن مش قادرين نعطي ثقه طالما ما عم في مقاربه حقيقيه وما عم بينحط الاصبع على الجرح في المكان المزبوط إن كان في الأمور السيادية الوطنية وإن كان في الأمور الإصلاحية الداخلية. طب هلأ بنرجع نحكي بالأمور السيادية هلأ رح نحكي فيها بس قل لي شغلة وين مصلحتكم إنه تكونوا خارج كل شيء وين المصلحة؟ ما لنا خارج أي شيء نحن خارج منظومة خطفت لبنان وأخذته رهينة إلى مشروع ما بيشبه 95% من الشعب اللبناني جابت إلى لبنان العزلة والفقر والتعتير والدم والنار والإزلال. نحن ما فينا نكون شركاء فيها لا نحن ولا كل الوطنيين اللبنانيين الآخرين. طيب بس هذه المنظومة يلي طيب. حتى ركبتوا الثورة لتكونوا ضدها يا عمي مركبنا هذه هلأ منحكي ويا ريت بس ركبتوا ولفظتكم الثورة الحقيقية لفظتكم ما بتقبل فيكم. هذه المنظومة يلي أنتم بتكون توقفوا ضدها هي موجودة بس بمجلس الوزراء أكيد. إنه شو هالانفصام شو هالانفصام لما منكون بمجلس الوزراء بدنا نجلس الاعوجاج ما منشارك بالحكومة بس موجودين بمجلس النواب يلي وقت اللي افتوا مع الثوار كانوا عم بيطالبوا بالاستقالة منه عم بيطالبوا بحل المجلس عم بيطالبوا بكل هذا مع الحق. نحن مش واقفين مع الثوار تناخذ مواقف الثوار وآراء الثوار. نحن وقفنا مع الشعب اللبناني وين في حق نحن موجودين. تاني شيء بكل بلدان العالم في معارضة داخل مجلس النواب وهيدي السلطة التشريعية اللي بتراقب واللي بتحاسب واللي هي بدها تكون الواعية على كل القوانين وكل سياسات الحكومة. أكيد بدنا نكون موجودين مجلس النواب إنما مجلس وزراء هيدي بتكون السلطة التنفيذية وعندها أكترية حاكمة وهن بيحكموا نحن منعارض لأنه نحن مش موافقين لا على طريقة التشكيل ولا على النهج ولا على استراتيجية ولا على الرؤية ولا على الخطة ولا على المشروع لإدارة البلد من قبل حزب الله والتيار الوطني الحر لأنه هالثنائي واحد بالسلاح جاب للبنان العزل العربية والدولي والحصار المالي والاقتصادي والتاني بالفساد والسرقة والسمسرات حدث ولا حرج وعطول ما خلوني وهلأ أنا ما خصني يعني انتقلنا من ما خلوني الى ما خصني. هيدا جزء من خلينا نقول الغيابان عن الوعي يلي بتمارسوه وجزء من استراتيجيات وسياسيات وغياب البراغماتيه يعني يلي بتمشوا فيها. هودي اللي عم تتهمون بكل هيدا الشيء نجحوا وعملوا تقدم بشو خيارك نجحوا. وضعك في نوع من يعني في مكان اخر على كوكب ثاني عايشين نحكي بعيد عن السياسه بشو نجحوا بشو عملوا تقدم نجحوا مثلا هلا تشكلت حكومه رح ينوضع القطار على السكه السليمه بعد الموجودين بمجلس النواب 13 شهر لو مش الفرنساوي ضغط على الايراني لتشكيل حكومه ما كانت تشكلت حكومه لبنان. لوك عيب نقول نجحوا هودي وصلوا انه صار اكبر هم عند اللبنانيين يعبي بنزين لسيارته واذا عبى بنزين عمل انجاز هلا رح اذا قدرنا جبنا تنكام مزود تندور المولد الحي بس هيدا يعني كمان إنجاز. بيعمل ما هيدا كمان اذا بدنا ناخده على المدى الاوسع فشلوا ست سمر ما نجحوا إذا بدنا ناخده على المدى الأوسع وعم بتقول إنه الفرنسي ضغط على الإيراني علما إنه هي مش هيك ركب القصص كتير يعني هي جزء منها إنه الفرنسي ضغط على الإيراني لشكل حكومة معناتها فشلت الأطراف الأخرى
سعوديا أمريكيا، وهيدا من الضغط على عليكم لمنع تشكيل هذا الأمر. نحن منا ضد تشكيل حكومة ست سمر، نحن مع تشكيل حكومة وفقا للمبادرة الفرنسية. إجا الرئيس أعظم بلد على لبنان، الرئيس الفرنسي اللي هي الأمنة الحنوني مثل ما كنا نقول. شكل الحكومة وفق المبادرة الفرنسية ست سمر، عم نحكي عن جد انه هيدي الحكومه، مع احترامي لكثير من اعضائها اللي بتجمعني فيهم صداقه وجبال، كان لها حصه الاسد بهالتشكيله. صحيح. وبقول لهم الله يوفقكم على الصعيد الشخصي، انا بالعكس بقدر قدراتهم وامكانياتهم، بس هيدي الحكومه وفقا للمبادره الفرنسيه. شو بتقول؟ وين المداوره وين المداوره بالوزارات؟ عملوا شويه مداوره، شوي بقيت الماليه. طيب وين الوزراء اللي لا يعينهم الأحزاب وهن بيكونوا مستقلين؟ ماكرون بحد ذاته تراجع عن هذا الأمر. فإذا نحن صح ولا لا؟ لأنه صح ولا لا؟ إيه مش تراجع. أوكي. لأنه شايف أنه هو قلبه على لبنان والطبقة السياسية متمسكة، لأنه كان أخذ فكرة معينة لقاها ما بتزبط غيرها بالمنطق. أنتوا بتاخذوا فكرة دكمة وبتفشلوا 100,000 مرة وبتضلوا كل سيارة بتسيحوا. هن فشلوا بإدارة البلد. حد الأدنى للأجور صار 30 دولار، معاش العسكري 70 دولار، معاش القاضي 250 دولار، عن أي بلد هني نجحوا فيه إذا نحن فشلنا؟ يعني إذا نحن فشلنا هني شو صار فيهم؟ طيب ما بتلاحظوا شوي إنه هلا تنفوت على الفضاء الأوسع شوي، التارجت تبعكم حتى ذكرته سيدة ستريدا جعجع امبارح بكلمتها إنه كل شيء ورانا، نحن رايحين اليوم هيدي حكومة لازم توصلنا إلى انتخابات، نحن الهدف الأساسي لنا هلا هو الانتخابات النيابية. شو المطلوب من الانتخابات النيابية؟ إنه تغير، تعمل نوع من التغيير بهذه الطبقة السياسية النيابية، طبقة السياسية النيابية. مزبوط. وهذه الأكثرية تتغير داخل المجلس. كيف؟ على أي قاعدة؟ على قاعدة أنه اليوم نحن ببلد يعني ديمقراطي. هلأ كل هدفكم تستثمروا بالانتخابات النيابية وهذا حق مشروع. لا طبعاً هذا حق مشروع، لكن مش ممكن تستثمروا. لحظة، نسي القوات اللبنانية ونسي أنه أنا نايب. نحن اليوم عايشين ببلد صار أقصى طموحنا نفول سيارتنا، أقصى طموحنا نقدر نجيب لعائلتنا مرة بالأسبوع لحمة على البيت، أقصى طموحنا نبيع تفاحاتنا اللي عم يقلبوا على أرضهم لأنه مش قادرين لا نصدرهم ولا نبردهم. يعني ضربوا القطاع الزراعي والصناعي وحياة الإنسان والمستشفى، مش قادرين اليوم إذا بدك تروحي على المستشفى تعملي عملية بعيد الشر عن قلبك، بدك تعملي 1,100 معاملة تقدر تراقي الأدوية حتى إذا معك مصاري، ما في أدوية تتعمل عملية، ما فيك تروحي على الفرمشية تشتري دواء. طيب إنه هودي الجماعة شفنا أدائهم، شفنا سلوكهم، شفنا طريقة تعاطيهم، جربنا نتعاطى معهم ونغير البوصلة، جربنا نتعاطى معهم ونحسن المسار، قلنا لهم تعوا نتعاون لإنقاذ لبنان. جماعة ما بدهم شيء، عندهم فرد هدف، المحاصصة القاتلة المدمرة اللي وصلت لبنان إلى ما وصلنا بس إليه. بس هل بأسلوبكم بفتح النار على الجميع، ما لكم صاحب اليوم، بفتح النار على الجميع هيك برأيكم بتجلس الأمور؟ يعني عشتوا خطوا حروب بالسابق، يعني معروف تاريخ القوات اللبنانية وغيرها من الأحزاب، ما في حدا أحسن من حدا، يعني عملتوا حروب منها على أنواع ورجعتوا آخر شيء الجميع رجع قعد حول طاولة مستديرة وتباحث. هالحروب هيدي الحروب والغراض الوهمية اللي عم تعملوها نحن ما عم بالآخر بتوصل لنتيجة لما تفتحوا الحرب على الكل. سمر، نحن ما عم نقول بدنا نلغي حدا بموضوع حزب الله، عم نقوله لحزب الله ما فيك تضل رابط لبنان بصراع المنطقة، ما فيك قرار الحرب والسلم انت تاخده دون العودة إلى الدولة اللبنانية، ما فيك تاخد عسكر من عندك. بس هيدي معزوفة كمان صارت خلص خارج إطار المنطق يعني. شو اللي عم نقوله؟ بارح البيان الوزاري واضح. شو واضح؟ إنه اليوم بيجيبوا مازوت بلا ما يحكوا مع الدولة اللبنانية، بلا ما يدفعوا TVA وبلا ما يدفعوا ضريبة، وساعة تجار شيعة أخواننا من الطائفة الشيعية اشتريوهم، ساعة ما نشكر إيران إنه ودت لنا المازوتات. شو هالضياع هيدا يا أخي؟ تاني شيء مين قال إنه لبنان في على حصار يا ست سمر؟ بليز خلينا نحكي منطق. هلا عم تنط على موضوع البواخر عنا، هيدا له محل خاص. عم بيقولوا إنه امبارح فكينا الحصار بهيدي الباخرة. بيفوت على لبنان ما يقارب 15 إلى 16 باخرة محروقات شهريا. نحن مشكلتنا مش الحصار علينا بالبواخر، نحن لأنه المحروقات عم تتهرب إلى سوريا من خلال هيدي المنظومة
انا كنت بتمنى من السيد حسن هيدي البخرة المازوت اللي جايبها على لبنان يخليها بسوريا ويوقف التهريب. نحن ما بدنا مازوت، نحن بدنا نوقف التهريب. ضعنا وانا قدمت اخبارين لي ساعة ساكتة. لحظة شوي، لا فعلا دعنا اذا خلص هلا حنفوت على موضوع اخر. أكيد المازوت اللي تهرب على سوريا مش قد اللي مخزنه إبراهيم الصقر. ليش شو مخزن إبراهيم الصقر؟ إبراهيم الصقر مخزنه تيرجع يبيعه في الأسواق اللبنانية. شو لقطوا عليه شيء إبراهيم الصقر إنه عم ببيع سوق سوداء؟ لا، وأنا ما بدي دافع عن حدا، وإذا إبراهيم الصقر مغلط فليحاسب وليحاكم. وامبارح قال الأستاذ عدوان على التلفزيون مش القوات اللبنانية مانا مغطية حدا، وهو قال وهو وين إبراهيم الصقر هلا؟ وين إبراهيم الصقر؟ وين؟ بزحله وين؟ كان خيو موقوف وتركه. ايه بس ابراهيم الصقر وين؟ ما بعرف انه شو انا، شو انا مدير اعماله انه موجود بمعرب. ما بعرف، مش شغلتي اعرف، وانا باكدك انه لا. وقال امبارح الاستاذ عدوان اذا ابراهيم الصقر وغير ابراهيم الصقر عليه ولا اي تهمه نحن ما منغطي ولا اي حدا. نحن اللي عم نقول امبارح كان كلام الوزير جبران باسيل واضح. شو واضح؟ كله يعني حتى الموضوع ما صار بقى بس قضيه المحروقات وقضيه تخزين ملايين لترات من المازوت والبنزين. انا تاجر خشب، هلا في قصه نترات كمان. بدي اقول لك شغله، يعني انا تاجر، هيدا الطعم الكبرى. انا ما بدي دافع عن حدا، وانا مش شغلتي دافع عن حدا، وانا بالعكس شغلتي حاسب كل الناس. انا عم اقول اولا اذا ابراهيم الصقر وغير ابراهيم الصقر مخالفين فليحاكم، هيدا واحد. ونحن مع استقلالية السلطة القضائية، ونحن قلنا سنتين بنقول له يا فخامة الرئيس امضي لنا التشكيلات القضائية تينتظم عمل القضاء، تيبطل القضاء مسيس ويبطل في سطوة سياسية على القضاء. هيدا دودو بموضوع إبراهيم الصقر، إبراهيم الصقر عنده 20-25 ترومبا، إذا عنده كمية من المحروقات مجمعهم أو شو كمية؟ هيدا تاجر، هيدا تاجر عندها عشرات المحطات، يعني ما بعرف ليش عم أنا مش عم برر، أنا عم بقول إذا مغلط فليحاكم. وإمبارح خيو وقفوا ورجعوا تركوا، لو كان عليه شيء أنا بأكد لك كانوا علقوا له مشنقته بساحة زحلة. بس برضه مش هاي القصة، أنا اللي عم بقول خلينا، انا ماني جاي دافع عن حدا، انا جاي احكي انا كنائب شو دوري وشو مسؤوليتي. انا قدمت اخبارين من سنتين وحكينا على هالبلاتو اكثر من برا انه يا جماعه كميات المحروقات اللي عم تهرب الى سوريا يوميا هي بالملايين. عملوا معروف يا مجلس الدفاع الاعلى يا فخامه الرئيس اعطيه الضوء الاخضر لضبط الحدود. يا حزب الله ما بقت غطي المهربين، لانه البضاعه اللي عم تهرب عم بيطلع فريش دولار من مصرف لبنان الى سوريا. دولة ما بتقدر، اقتصادنا ما بيحمل اقتصادين لبنان وسوريا. مين عم بيهرب برأيك؟ في جهة واحدة عم بتهرب، في راعي بين الحدود، تهريب بين الحدود في راعي كل دول العالم، في راعي واحد. بس اليوم لما بتطلع بتفوكس على موضوع حزب الله والتهريب وما الى ذلك، انا وياك عم نهرب. بس يعني الراعي الكبير وين عم بيتم الراعي الكبير؟ بالبقاع في تهريب، بالشمال في تهريب، وين ما كان على كل الحدود في تهريب. احد قيادات حزب الله اعتبر التهريب عمل جهادي مقدس. مش انا اعتبرته هيك، والايد اللي بدها تمتد على وقف التهريب بدنا نقطعها، مش انا قلت هالكلام. مش بهالاطار بلا، طلع الشيخ النابلسي بقول لك اسمه. طيب برضه انا ماني النابلسي معروف، انا اللي انا اللي عم بقوله انه كلام انه امبارح كسرنا الحصار. بالعكس، ليش وين في حصار على البلد؟ ما في حصار، لا ما في حصار بالمحروقات على البلد. هيدا منطق اللي عم تحكي بالمحروقات، بس ما هو الحصار بشكل عام على البلد. احنا مش بلد محاصر. ليش؟ نتيجة ارتهاننا بمشروع ممانعة ما بيشبه الشعب اللبناني. انا ما بيشبهني، انا زياد الحواط مواطن لبناني من جبل لبنان، انا خيي ما بدي اكون بهذا المحور الممانعة اللي اخذنا حزب الله عليه بدون استشارتنا. أنا بدي أعيش أولادي حياة كريمة، بدي أعلمهم وبدي أحكمهم وبدي أخرجهم وبدي أخليهم يشتغلوا. مين قالوا إن إحنا بدنا هيدي حياة الذل؟ صفينا شحالين على أبواب كل القصص اللي منعوزها. مين قال إنه هن لهم حق؟ هلا بدك عم تقول إنه هيدي نتيجة سياسات مورست من 30 سنة لهلا والجميع كان شريك فيها. لا مش إيش جميع، باستثناء القوات. ليه باستثناء القوات؟ منزلين يعني؟ لا مش منزلين، بس مثلا ضليتوا امبارح قال لكم جبران باسيل ضليتوا تتخبوا وراء العذراء ومرشار بيل لاخر شيء، يعني عم ترشحوا زيت بعد شوي. ما هيدا اليوم شو اللي رجعوا على الواقع، نزلوا عن الكوكب. بدك تسمعيني، شو الواقع؟ الواقع في مشكلتين اساسيتين بالبلد. في مشكله
الاصطفاف اللي أخذنا عليه حزب الله وهو محور ممانعة اللي جاب لي عزلة عربية طويلة عريضة، ما بقى في دولة عربية بتودي $100 على لبنان، وحصار مالي واقتصادي نتيجة هذا المحور اللي أخذونا عليه جماعة حزب الله، ودخولهم في صراع المنطقة وعدم حياد لبنان عن كل هالأزمات. هيدا واحد. والمحور الآخر لوين أخذنا؟ محور أنا مش طالب أروح على محور آخر، أنا عم بقول لك أنت بمحور آخر أوريدي، أنت وحلفائك كنتوا بمحور يقابل هذا المحور، محور شو المحور؟ أمريكي شو المحور؟ سعودي وفي الأمر آخر شيء بيصار لعدل أبيب بعد كل لا خلصنا اتهامات خصومكم، خلصنا اتهامات خصومكم، الاتهام بالسياسي مشروع مثل ما أنت بتسمح لحالك تحكي. خليني كفيلك بس أنا فكرتي بس هذا المحور أنا عم بسألك المحور الآخر لوين أخذنا؟ على القليلة على القليلة المحور الآخر ما وقفناش قدام سوبر ماركت نشحد رابطة الخبز، ما وقفناش قدام ترمبة البنزين نجيب لترين بنزين، ما وقفنا انه نقدر نأمن مازوت ونعمل انجاز اذا قدرنا دورنا موتور الحي، وكنا قادرين نحكم اولادنا، كانت لبنان مستشفى الشر وجامعة الشر ومصرف الشر. المحور الاخر عمله ولا السياسات الاقتصادية اللي وصلتك لهون؟ بدي اقول لك شو اللي كان عامله، انفتاحنا على الخليج وعلى دول الغرب. شو انفتاح. كان عامل هيدا؟ كان عامل كل هيدي السياسة الموجودة بالبلد. اي سياسه هذا اللي كنا عايشين، النعيم اللي كنا عايشين فيه، كنا عايشين بنعيم. ايه كنا عايشين بنعيم قبل هالازمه الاقتصاديه، لما كان معاش استاذ المدرسه $4,000 كنا عايشين بنعيم، لما كان الكاميرا مان معاشه $1,500 كان نعيم. هيدي الطامه الكبرى هون كان نعيم، كان تعميه ستنا. كان تعميه اللي وصل اللي وصل البلد لهون تسكيره الحنفيه الخليجيه والغربيه عن لبنان. كفي. هيدا شو اسمه هيدا؟ شو عم تجاهر فيه؟ لا بكل لانه رحنا على لانك بدك تسبي الخليج وبدك تسبي آل سعود وبدك هيدا كلام بدينك. شو بديني لما بتقول تسكيرة الحنفية؟ هيدا كلام بدينك. انت عم بيجيكي عم بيجيكي مي من حنفية كل نهار بتسبي اصحاب المي. خليني كمل سؤال، يعني انت عايش على شو؟ يعني شو بلد قائم على استثمارات استثمارات الخليجيين السياحة؟ لا يا ست هي الحنفية اللي عم تنفتح. انا بخبرك بجبال شو كان فيه، كان يجوا الاوروبيين والامريكان والخليجيين على جبالي يقضوا ويك اند يعيشوا كل الاسبوع. فيك تقول لي هلا شو في بجبال؟ مين عم يجي؟ فيك تقول لي هلا شو في بجبال؟ ما عم يشوف سايح بقى. الناس عم بتصرخ صرف صحي ما في بجبال، مي ما في بجبال، الناس عم تقول لك جبال منا بس شجرة الميلاد. لا مش صحيح هالكلام. انت كنت رئيس حكومة رئيس بلدية وبتعرف مش صحيح. عندنا صرف صحيح المي، ليه ما في مي بجبال؟ لانه انقطعت الكهرباء، لانه الخليج سكر الحنفيه، لانه انقطع الكهرباء عن ترمبات الضخ. لانه 80% من ترمبات الضخ وعم بدقوا لنا مدراء شركه المي بجبال دخيلك املنا مزود تندور مضخه المي. الكلام اللي قلته قبل شوي استاذ زياد كلام بدينك. شو بديني؟ لما بتقول انه نحن وصلنا لهون لانه تسكرت الحنفيه، ولما بتقول انه كنا عايشين بنعيم، عشو سرت حضرتك لما كنا عايشين بنعيم؟ عشو فتت بالثوره؟ عشو ثرت؟ لانه نحن كنا قرينا من سنتين ونص لما صفى حزب الله عم بيقاتل بسوريا والعراق واليمن، وقلنا لهم يا جماعة حياد لبنان ضروري بهيدي المرحلة، نحن ما بنقدر نكون بارت من هالصراع الكبير اللي عم بيصير بالمنطقة، لا نحن عم نحمي لبنان من داعش. لما يا استاذ زياد عم تخلط الامور ببعضها، شو خص هي بهي؟ كيف يا مدام؟ حزب الله عم بيقاتل من بسوريا من 2012 2013. ليش عم بيقاتل؟ نحن عم نحكي انه حضرتك وحزبك قررتوا تعملوا ثوره على النعيم يلي نحن عايشينه، مش تعملوه حتى. نحن ما عملناش ثوره، انتوا ركبتوا الثوره. في ناس بلشت تجوع. اكيد انت ليش اشتركت معه؟ كانوا فاذا عم بيثوروا على النعيم اللي كنا عايشينه. ليش انت اشتركت؟ كان بلش عم تنهار، كان بلش ينهار الوضع الاقتصادي والاجتماعي اللي بلش البلد نتيجه دخولنا بهذا المحور، نتيجة الفساد في كافة قطاعات الدولة بالكهرباء وبالاتصالات وبكافة القطاعات اللي استلموها هذه المجموعة. أكل حال في 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 معلش اسمح لي في هيك عدم ترتيب افكار عم تحكي شيء ونقيض. بشو قولي لي هلا؟ رح تابع انا وياك الحديث، ولكن اذا بتسمح لي معنا مباشره عبر الهاتف النائب فريد الخازن. صباح الخير استاذ فريد. صباح الخير. نعتذر نطرناك على التليفون ما تواخذنا.
لا ما في مشكل. صباح الخير لك. صباح الخير زميلنا حبيب القلب. امبارح حكومة الرئيس ميقاتي نالت الثقة، ولكن يعني الشيء اللي شفناه والكلمات اللي سمعناها خلال الجلسة منها مكان واقعي ومنطقي، منها مكان جاي من كوكب آخر، ولكن كان واضح كمية الشحن الموجودة بين الجميع. ما بعرف كيف رح نقدر نكفي ونتخطى بهالقد كمية شحن وتعب نفسي خلينا نقول ومحاكات موجودة. كان ملفت كلام نائب جبران باسيل امبارح وردك عليه أيضا بهيدا الإطار. طيب اليوم نقول سموا، يعني في كلام عن تهريب أموال، عن نواب هربت أموال، هيدا شيء قرأناه بالصحافة كمان بوقتها، مش بس كلام قاله الوزير جبران باسيل امبارح. طيب تسمية، لماذا لا يقدم الجميع، كل واحد عنده نقطة موثوق منها تجاه حدا آخر، لماذا لا يقدم الجميع على التسمية؟ اليوم الكل بيحكي الغاز، ولا مرة حدا طلع قال الأمور وحطها بنصابة صحيح. يا ست سمر لقلك شغلة، نحن جلسة امبارح كانت جلسة لمناقشة البيان الوزاري ولإعطاء الثقة للحكومة أو لحجب الثقة عن الحكومة للبعض، يعني للأقلية. فنحن نازلين بكل صراحة، يعني لا هالقد شاركنا بالحكومة، مش هالقد يعني منا هالأكل الطيبة، منا هالأكل الطيبة. يعني الوزارة والسلطة كانت قديما تبقى سافسة، تبقى شغلة مهمة انه واحد يشارك بإدارة البلد، يشارك بإنماء البلد، يشارك بتطوير البلد، يشارك بقراراته السياسية والتنفيذية بمجلس وزراء. اليوم اذا بدك هيدي حكومة جاية، يعني ما بدي اقول وكيل تفليسي، بس هيدي حكومة جاية بالحد الأدنى تمرق المرحلة بأقل ضرر وتوقف من حدية الانهيار، مش توقف الانهيار، الانهيار ما بقى في حدا الوقت. وصلنا على الانهيار نحن، بس فينا ننزل بالانهيار بسرعة 200 بالساعة، وفينا ننزل بالانهيار بسرعة 50 أو 60 بالساعة. فبتأسف أنا أنه بالأمس طلع كلام، خاصة من اللي هن مفروض أنه يكونوا حارسين على البلد، وهن مثل ما بيقولوا ام الصبي، وهن بي الكل، وهن يعني راس الهرم بالدوله او يمثلون راس الهرم، يطلعوا ويفتحوا النار على بشكل متوخين على الكل، بشكل لا اخلاقي، بشكل ما بيحفظ في كرامات الناس. نحن ما بنقبل انه نتهم هيك اتهامات، انت بقلب مجلس نواب مفترض منك انك تحترم زملائك، تحترم القاعة اللي انت موجود فيها. اذا كان في عندك شك انه في البعض مهرب اموال، تفضل اطلع سمي او بعث اخبار على النيابة العامة التمييزية، قول فلان الفلاني هرب اموال بالتاريخ الفلاني الى اخره. بس حضرتك كمان وصفته للوزير باسيل بالجبان، بانه منه رجال. طبعا جبان لانه لو رجال بيسمي، يعني انا من ما في التعميم. بتعرف شو التعميم في السمر؟ التعميم هو التعتيم عن المجرم الحقيقي، هذا التعميم. انه عدد من النواب وعدد من الوزراء، وكانك انت يعني شريف مكي. ما نحن كلنا بنعرف حيلتك وفتيلتك، وكلنا بنعرف انك كنت رجل عادي جدا ومش غلط ومهندس والى اخره، واول طلقك ورحت بس فت بالسياسه وقال لك الكريم خذ، وكلنا بنعرف الخيرات اللي صارت عندك وثرواتك والمال اللي عملته. يعني انا ما بدي فوت بمهاترات، انا اللي عم بقوله اليوم نحن مجبورين كل شخص حريص على هالبلد يعمل قد ما فيه بكل جهده لحتى نقدر نمرق هالمرحله تنوصل على الانتخابات النيابيه. نمرق الانتخابات النيابية، وبعد الانتخابات النيابية نروح على الانتخابات الرئاسية. لأنه أنا متأكد أنه قبل ما ينتهي هذا العهد هالبلد ما رح يشوف خير.
ما راح يشوف خير ولا يمكن. شو بده يتغير؟ شو بده يتغير بعهود اخرى اذا بقيت يعني بالنهايه في طبقه سياسيه بيتغير في نظام كله لازم يتغير وفي طبقه كلها لازم تتغير، بس اذا بقيت نفس الطبقه بيبقى بتوقف القصه على الشخص. اول شيء نحن رايحين على انتخابات نيابيه، وهي الانتخابات النيابيه الشعب بده يقرر مين بده يبقى من هاي الطبقة ومين بده يفل من هاي الطبقة، لأنه نحن ما فينا نشمل أنه السياسيين يعني كل السياسيين ما بيسوا، ولا فينا نقول كل السياسيين ممتازين. بالتأكيد أنه في أغلبية من الطبقة السياسية أنهكت هيدا البلد ونهبت هيدا البلد وسرقت بهيدا البلد، وكلنا بنعرف أنه في سياسيين محترمين وفي سياسيين أوادم وفي سياسيين مضحيين وفي سياسيين مش مدين ايدهم على المال العام ولا عندهم اشغال بالبلد ولا عندهم اي مصلحه بصالح خاصه، معروفين. يمكن نحن نكون من هاو او من هوديك، الناس بتقرر. بس نحن اللي عم نقوله في مرحله بدها تتقطع، وهيدي الحكومه مطلوب منها اجراءات سريعه، اجراءات اصلاحيه سريعه مطلوبه من صندوق النقد. استاذ فريد، حضرتك تفضلت وقلت انه ما راح تمشي الامور وما حيمشي. حضرتك تفضلت وقلت قبل شوي انه ما حتمشي الامور وما حتزبط الامور الا عندما ينتهي هذا العهد، بس ما بعرف اذا حضرتك وانا قلت لك انه القصه مش مشكله شخص وعهدي، مشكله نهج. طيب اللي عم تحكي عنه هو حليفك، واحد من الحلفاء الاساسيين الموجودين، حتى لو ما كان حليفك بالمباشر، والنهج هو ذاته. من هو حليفي؟ ليه هذا العهد مش حليفك؟ العهد حليفي؟ مش حليفك بالخط يلي حضرتك موجود فيه؟ حضرتك نائب تنتمي الى الى كتله الوزير السابق الفرنجيه. يعني ما هي حليفك بالمواربه بالصحبه المباشره وحليفك، انتم من خط واحد. يعني في مشكله بالخط عمليا. يا ست سمر، اذا كان نحن ضحينا لهالبلد وعملنا وساهمنا وسهلنا تشكيل الحكومه، لانه بلد بلا حكومه كان رايح على 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 انهيار شامل. دخلنا بالحكومه وساهمنا بتشكيلها لانه ما فيها غطاء مسيحي اخر وما بتركب بغطاء مسيحي واحد. لا، نحن مش معناتها انه نحن يعني اذا هذا العهد حديثنا، لكن مين اقسامنا؟ من الأقسامنا؟ فإذا هو يعني خصمك؟ يعني يا ريت هو خصمك؟ من هو العهد؟ عم تسمعني؟ بروح الصوت. عبالك هذا العهد هو يعني خصمك؟ تعتبره خصمك؟ طبعاً. حتى لو كان بالخط الواحد يعني وبالبيت الواحد بالاستراتيجية الواحد. لا بالخط الواحد ولا بالبيت الواحد، بالآخر منا نحن لبنانيه وهو اسرائيلي، ولا نحن اسرائيليه وهو لبناني، وما في فريق يعني بالاخير لبنانيه، ما في حدا اذا بدك يعني لا يعني ما في حدا خاين وحدا وطني، بس في اقسام. إيه طبعا في اقسام، كلنا لبنانيين بس في اقسام، لانه نحن هذا العهد مش بس نحن اقسام معه، يعني نحن هذا العهد مش من اليوم. على كل حال قبل ما يكون اسمه عهد، لما كان اسمه العماد ميشيل عون، لما كان اسمه التيار وقبل ما يكون اسمه التيار الوطني الحر، من سنة 88 أنا ضده هذا النهج وهذا الأسلوب. هذا الأسلوب الكيدي، الأسلوب النكدي، الأسلوب اللي بيحرق البلد ولا سيجارته، نحن من سنة 88 نحن ضده، أيام حرب التحرير نحن ضده. عم تحكي عن فريد الخازن كشخص، مش بما تمثل. عم بحكي كرجل سياسي وكبيت سياسي. كفريق سياسي عمل انتخابات امبارح بسنة 2018 واخذ نيبان بمنطقه كسروان جبيل. طيب بس ما هي هون المشكله، انه كفريق سياسي انتم من خط واحد، من فريق واحد. هاي هي المشكله. شو فريق واحد؟ انه نحن شو اللي بيجمعنا؟ معلش يعني شو اللي بيجمعنا مع العهد؟ انه اثنيننا منا اثنيناتكم حلفاء حزب الله. اثنيناتكم حلفاء حزب الله. لا معلش، انا ماني حليف حزب الله، انا حليف حزب الله. وهون في تباين بهالموضوع. انا بعتبر انه حزب الله
هو فريق لبناني وحزب الله ماني قادر اني روح شلح سلاحه بالقوه. اذا قادر روح شلح سلاحه بالقوه هلا بروح شلح سلاحه، وماني على قناعه انه انا اعمل من هالمساله هيدي بعتبرها مساله خلافيه بالبلد، وهيدي مساله اكبر من لبنان بكل صراحه. يعني فيني اعمل منها قصه واعمل منها حرب واعمل منها اشكال ودمر البلد، وفيني مرق مرحله حتى يوما افضل ابني دوله، ابني مؤسسات، ابني جيش، ابني اداره، واحصرها هي بدورها المقاوم كمقاوم ضد اسرائيل حتى يوما افضل اقليمي. كلنا بنعرف انه مساله السلاح مساله اقليميه. لا لا معلش، بهالموضوع هذا في تمايز واضح بالموقف بيني وبين حلفائي، ومش اول مره بقوله هذا الكلام. انا بقوله عدت يعني بمرات عديده صارت واضحه عنا نحن. انا معلش بتسمر، انا سنه 2009 لو الصوت الشيعي بكسروان اللي فيه 1500 صوت لو يعطوني 700 صوت انا عملت نايب. شو بده يصير بالانتخابات الجايه بال 2022؟ كيف يعني شو بده يصير؟ طيب عم تقول لو بال 2009 عطيوك صوته ممكن تعمل نايب بال 2022؟ لا بال 2005 عطيوني ولا بال 2009 عطيوني. طيب بال 2022 رح يتغير الموضوع بال 2022. نعم. بال 2022 بالانتخابات الجايه رح تتغير هذه الصوره. انت اليوم حليف اساسي وجزء من تكتل سليمان فرنجيه، سليمان فرنجيه مرشح رئاسي بالمرحله المقبله، وجاي على انتخابات نيابيه ومن بعدها انتخابات رئاسيه. كيف رح تكون الصوره برايك؟ الصورة الانتخابية يعني عم بقطش خط. الصورة الانتخابية يعني رح يكون عندك تحالف مثلا رح يعطوك صوتهم الشيعة بال 2022؟ ما بعرف بالحقيقة، ما بعرف. يعني التجارب السابقة ما بتشجع أبدا. يعني لا بال 2018 ولا بال 2009 ولا بال 2005 أبدا أبدا ولا مرة. يعني منشان هيك معلش إنه نحن إذا كان يعني موقفنا بهالموضوع واضح وصريح، نحن انا شخصيه مستقله وفي عندي حضوري المستقل، عندي حليف وعندي صديق وعندي اخ اسمه الوزير سليمان فرنجيه، في قواسم مشتركه كبيره نحن وياه. بتعرفي اليوم اذا بتنزلي على المجلس لوحدك ما في لك دور بالاخر، مفروض تكوني بتكتل. عملنا هذا التكتل سميناه التكتل الوطني لانه كان يضم مجموعه مناطق ومجموعه طوائف كمان الى اخره. يعني وقت كان الوزير بهذه الحكومه كرمال عيون فريد الخازن في وزيري المرضى خلينا نقول او المحسوبين على الوزير سليمان فرنجيه من كسروان. التكتل الوطني يا ست سمر معلش بدنا نصحح شوي منشان الراي العام. طيب. وزيرين للتكتل الوطني. في وزير سميه الوزير سليمان فرنجيه وفي وزير زكيته انا، طبعا اثنينهم اخوتنا واهلنا واثنينهم اعطينا الثقه كرمالهم، ولكن هودي الوزيرين هن للتكتل الوطني. نعم. وهذا التكتل برجع بقول لك هو تحالف وكل واحد عنده استقلاليته وكل واحد وعم بقول لك باهم موضوع انا لا اعتبر حزب الله حليفي، انا اعتبر حزب الله هو حليف سليمان فرنجيه. يعني حليفي ولكن ماني على عداء، ما بعتبر انه العداء مع حزب الله بيوصل البلد لا لا لبر الامان. هذا اللي عم نقوله، ولا الاستسلام له كمان. يعني نحن الاستسلام له لحزب الله او لقراراته لما بنشوفها منا صايبه، مثل مثلا اختياره للعماد ميشيل عون رئيس جمهوريه. نحن وقفنا ضده، انا وقفت ضده على الاخر، مش لانه كان سليمان فرنجيه مرشح، قبل ما يكون سليمان فرنجيه مرشح من قبل نحن ضد هذا الخيار. طيب 2022 خيار سليمان فرنجيه لرئاسة الجمهورية قد ايه رح تكون اسهمه عالية برأيك؟ يعني بتعرفي هيدا
يعني معلش بتذكريني هون بالوزير الله يرحم الوزير جعبيد كان يقول رئاسة الجمهورية هيدي مش خيار من عنا، هيدا مرسوم إلهي، هيدا مرسوم إلهي يا لطيف. يعني هيدا فلذلك ايه، وكان عنده نظرية بهالقصة هيدي، انه الوزير جعبيد الله يرحمه كان يقول دائما انه يعني كان مفترض يعمل رئيس جمهورية هو حميد فرنجية، اللي عمل رئيس جمهورية هو سليمان فرنجية، اللي كان مفترض يعمل رئيس جمهورية هو بشير جميل، اللي عمل رئيس جمهورية هو أمين جميل، اللي انتخب رنا معوض، يعني المفترض يعمل رئيس جمهورية هو الرئيس رنا معوض، اللي عمل رئيس جمهورية هو رئيس ديس نهراوي، يعني هيدا مرسوم إلهي. بس أنا اللي بقوله بالسياسة بالمعادلة السياسية اليوم، رئيس الجمهورية المطلوب أنه يكون إذا بدك الصفات المطلوبة لرئاسة الجمهورية هي أن يكون رجل طبعا في عنده موقف سياسي وعنده تواضع سياسي، ولكن عنده انفتاح على القوى السياسية الأخرى بالداخل وعنده انفتاح على الخارج، وهذه المواصفات تنطبق على الرجل مثل سليمان فرنجية. يعني سليمان فرنجية معروف تواضعه السياسي وين؟ بالداخل وحتى بالخارج، ولكن عنده انفتاح على القوات اللبنانية، عنده انفتاح على السنة، على الرئيس سعد الحريري، عنده علاقة ممتازة مع الرئيس بري، مع عنده علاقة ممتازة مع الوزير وليد جنبلاط، مع الخارج حتى عنده احترام كبير من قبل الخليج، من الخليجيين السعوديين الإماراتية بيحترموه، الأمريكان على اتصال معه. فلذلك هيدا أنا برأيي رئيس جمهورية بده يجي بالمستقبل فيقدر يهدي البلد عجره ويحافظ على الاستقرار بالبلد السياسي والاقتصادي، بده يكون عنده حد أدنى من هذه المواصفات. نعم. لهالسبب أنا بقول أنه سليمان فرنجية هو من الأكثر حظاً بالمرحلة المقبلة. بدي أشكرك كثير على هذه المداخلة نائب فريد الخازن، شكراً لمشاركتك. شكراً لك. خليني رح أرجع بالحديث عن النترات، مش نسيت لك النترات، بس بما أنه حكينا رئاسي خليني أفتح هالهلالين معك. دكتور سمير جعجع يقول عنه خصوم سياسيين أنه مهووس بهاجس ومسكون بهاجس الرئاسي، وهو يعلم جيدا أنه ما في إمكانية لسمير جعجع أن يكون رئيس جمهورية لبنان لأنه في خصوم كبيرة وفي أطراف لن تسمح بهذا الشيء، وعلى رأسهم حزب الله لن يسمح به هذا الأمر، عدا عن قلة الحنكة بالتعامل مع أو خلق حلفاء والتعامل مع الخصوم. سامي فرنجية مرشح رئاسي وجبران باسيل مرشح رئاسي، كمان خصومكم سياسيين بيقولوا أنه ما في حدا عم بيساعد جبران باسيل بالأومة من كل مطب بيقع فيه أكثر من سمير جعجع بسبب أغلاطه. شو رأيك؟ أغلاطه بشو؟ أغلاطه باستراتيجيا، أغلاطه بطريقة حتى تنبؤاته غلط. ما بدنا نضل غنقانين. لا بس عم نحكي هلا، بدنا نفوت على الموضوع، عم نفوت على الموضوع. هيدي الاستراتيجيا تبع جبران باسيل شفتي وين وصلت لبنان؟ مين بيكون غلطان؟ ثاني شيء، شخص بيكون مهووس بالرئاسة بعادي كل الفرقاء الداخليين، بيختلف هو وطيار المستقبل ومش متفاهم مع وليد جنبلاط، ومختلف خلاف عقائدي مع حزب الله، مختلف مع التيار الوطني الحر بإدارته للبلد وبفساد والسمسرات، كيف بيكون مهووس بالرئاسة؟ المهووس بالرئاسة بيعمل تسويات مع الجميع. ولو فعلا سمير جعجع كان همه رئاسة جمهورية وليس الجمهورية كان عمل صفقات مع الجميع، كان قادر ب 24 ساعة يضبط أفضل علاقة مع سعد ومع وليد جنبلاط ومع جبران باسيل ومع نبيه بري ومع كل الفرقاء الداخلية. أكيد. بس إنما سمير جعجع همه جمهورية، همه بقاء لبنان، همه أنه توقف هجرة شبابنا إلى الخارج، هالطاقات اللي عم تفل كل يوم عن يوم، ما عم بيبقى حكيم بالبلد، لا عم بيبقى مهندس بالبلد، لا عم بيبقى استاذ جامعة بالبلد، هيدي خسائر بدها جينيراسيون، بدها جيل جديد تتعوض. صحيح. كيف رح يتم التعامل؟ كيف بده يتم التعامل هلا بالمرحله المقبله؟ عندك انتخابات نيابيه وانت حاطينا بالسلم الاولويه من جديد. كيف تكون شو يعني اعاده تكوين؟ يعني انتخابات نيابيه، انتخابات رئاسيه، رئيس مجلس نواب
ورئيس مجلس وزراء. بس انتم رهانكم على تغيير حقيقي وفعل كبير. أكيد أكيد. عشو بالتكليم بمفهوم التغيير؟ هيدي السلطه اعادت انتاج نفسها. بكره بالانتخابات النيابيه ذنب الناس بقانون انتم مصرين انتم والتيار انه ما تعدلوا في شيء ابدا، طبعا لانه كل واحد عم بفتش على مكسبه بالصوت المسيحي، عم بتفتشوا على حالكم مش عم بتفتشوا على مصلحه البلد بشكل عام. ما بدي فوت بقانون الانتخابات وانا ما رح فوت فيه، بس انه عم بعطيك الراي ببلد ببلد برلماني التغيير لا يحصل الا داخل مجلس النواب. اوكي اوكي شو بدها تغير؟ دو ببلد صار شعبه 80% عاطل عن العمل او بحاله ماليه واقتصاديه ومعيشيه مزريه، اذا ما راح على صندوق اقتراع وانتخب صح ذنبه على جنبه. ايه بس عشو متكلين بالتغيير؟ شو البديل اللي عم بتقدموه؟ عم نقدم شو البديل؟ يعني اليوم اذا بدنا نحكي كمجتمع مدني اكيد مش عم بحكي كقوات لبنانيه، لا عندها مشروع يعني هاي القوات، يعني شو بتقدم بديل؟ هني ينتخبوا القوات مزبوط وتجيب القوات كتلة نيابية كبيرة وبشوفوا التغيير في كافة الإدارات والوزارات والمواقع اللي استلمتها. شو بيكون التغيير اللي صار؟ لا شو بيكون بارت من التغيير؟ القوات ما عم تقول إنه هي التغيير كله، بس هي جزء أساسي من هذا التغيير، ولا يتم التغيير دون القوات اللبنانية. طيب يعني نفس الأسماء بدها ترجع بوجوه مختلفة لا طبعا مو بأقنعة، بس التغيير الحقيقي قد بتتوقعوا أنه يفوت تغيير حقيقي على مجلس النواب 10 11 9 كم وجه؟ أنا رأيي من خارج إطار الأحزاب ده الوجع كبير، ده الأزمة الاقتصادية المعيشية كبيرة، ده إذلال الناس كبير، ده التغيير حيكون بصندوق الاقتراع. هيدا إذا الواحد بده يفكر بهيدا الشيء لازم الناس إذا بدها تغير ما تنتخب قوات، ما تنتخب تيار، ما تنتخب أنا مش عم بقلها للناس مين بدها تنتخب، أنا عم بقلها للناس روح انتخبي اللي بتشوفيهم ممكن يقزوا لك بلدي. حتى لو ما بدها تنتخب حتى لو شو حمين فرضوا اللي يروحوا انتخبونا. بس انتم رهانكم على انكم تجيبوا لأنه كتله نيابيه لأنه أدائنا كبيره أدائنا تكون هي السلم ل للتغيير لوقف الفساد والسرقه والسمسرات بالبلد، السلم لاعاده طرح سمير جعجع أبدا على الجمهوريه. لانه سمير جعجع بعود وبقول لك لو بده يعمل رئيس جمهوريه كان اعتمد منهجيه مختلفه تماما. نحن عم نقول نحن بازمه كارثيه مش حاصله من تاريخ لبنان الكبير كله. يا شعب لبناني اذا راضي على هالحياه الزل روح جدد لكل هالطبقه، مش راضي روح انتخب اللي بدك اياه بس انتخب صح. طيب انتخابات رئاسيه بين جبران باسيل وسليمان فرنجي وين بدها تكون؟ بكير لك ما تقلي بكير من اربع سنين بلشت الانتخابات ما فيك اليوم تقلي بين الابيض والاسود او بين جبران وبين سليمان، هذا كلام سابق لاوانه. اولا نحن بدنا نقول بدنا انتخابات نيابيه تفرز طبقه سياسيه جديده وعلى الشعب ان يتحمل مسؤوليه من سوف يفرز. طيب بس أنا هلا عم أسأل سؤال واضح، اليوم في مرشحين، في ثلاث مرشحين دائما هني بيبقوا ثابتين لرئاسة، يمكن يكون في تركيبة جديدة بعد الانتخابات. أكيد لازم يكون في تركيبة جديدة، بس أنا هلا عم بطرح سؤال على حجم الواقع السياسي اللي حاصل. في سليمان فرنجية، في جبران باسيل، وفي سمير جعجع. سمير جعجع الأقل حظا برئاسة الجمهورية نظرا لاختلافه مع الجميع. بين جبران وسليمان فرنجية وين بتكون، وين بتصيغ القوات علاقاتها وتحالفاتها؟ لكن التجربة يعني بتقولوا دايما انه انتوا جبتوا ميشيل الرئيس. تجربة القوات مع التيار الوطني الحر كانت مدمرة. تجربتهم جماعة ما بيلتزموا بالوعود، ما بيلتزموا بالثوابت، ما بيلتزموا بخريطة الطريق اللي اتفق عليها في معراب، تخلوا عليها بأول قوة، وبالتالي إعادة التجربة مع نفس الحزب بتكون دمارية أكبر. إنما بكير كتير إنه لوين بدها تروح القوات اللبنانية تنشي القوات. أنا حليف للقوات اللبنانية، أنا ماني قوات لبنانية. القوات اللبنانية عندها هي حزب، عندها رئيس، عندها هيئة سياسية، هي بتقرر وين بتروح. أنا حليف للقوات اللبنانية. إن فيني أكد لك التجربة مع التيار الوطني الحر كانت مدمرة على البلد. ما بتعيدوها يعني؟ أنا شخصيا ما بنتخب جبران باسيل رئيس جمهورية، لانه انا بعرف هلا فصائل اللي بالاول حلقه بقول لك انتم القوات. هلا قلت لي انا حليف أنا ما بقدر، بس وصلت على سؤال خلينا نكون واقعيين. انا ما بقدر اقرر عن القوات اللبنانيه مين بدها تنتخب. بس انا كنائب في مجلس نواب انا لا انتخب جبران باسيل، لا تجربته ولا ادائه ولا مساره السياسي ولا علاقاته ولا ارتباطاته ولا سوء ادارته لكافه قطاعات السلامه مشجعه انه يكون رئيس جمهوريه. تنتخب سليمان فرنجيه؟
بنشوف بكره بالوقت اللي بصير في انتخابات مين الاسامي المطروحه على اساسها. كوني انا حليف مع القوات اللبنانيه بنتشاور بعطي رايي داخل التكتل بكثير بالقرارات اللي بنتشاور فيها داخل التكتل ولكل حدث حديث ممتاز. بس صدقيني تجربه التيار الوطني الحر في البلد مدمره على اي حال. هيدا رايك هيدا مش رايي هي النتائج. لا ما النتائج ليك وين صارت النتائج؟ وين النتائج؟ النتائج طلعنا بحكومة فيها مش تلت معطل فيها على الأقل بيمونوا على مدمرة 10 وزراء و11 وزير مدمرة اللي ما بدنا لا بيزعلوا إذا قلنا تلت معطل بيمونوا على 10 وزراء يعني عم تأكدي لي لبل 11 عم تأكدي لي أكد لك عدم أعطائنا الثقة لأنه سياسة المحاصصة وسياسة التدمير اللي اعتمدوها وانتهجوها من عم بأكد لك إنه الترين ماشي فيكم وبلاكم لا مش ترين يا ريت ترين تخلفوا عن الركب لأنه الإصلاح الحقيقي وإذا بدكم تغيير حقيقي بتفوتوا بتعملوه من الداخل يا ريت ترين جربنا معهم بالداخل يا ست سما ما بدي ضل أرجع عيد ونغرق فنجان القهوة جربنا لا إذا بتطلعوا من لا بنضل مجلس النواب ومنراقبهم ما راح نريحهم من صوتنا لا على اي حال خلينا نتوقف مع فاصل ونعود لنحكي عن نيترات يلي كمان عامل اشكاليه كثير كبيره اي نيترات نحكي نيترات الصقر خلص صار في شيء الحلقه لا ابدا لا بس هذا سؤال يطرح اليوم متهمين قوات لبنانيه متهمين بالموضوع قوات لبنانيه عندها حزب على مساحه كل لبنان اذا في اي حزب عنده اي مشكل بكون القوات اللبنانيه وراه وبرضه خلي القضاء ياخذ كل الاجراءات اللازمه ما في ولا اي تغطيه على ولا اي شخص كثير منيح في كمان على ما يبدو في دعوه عم تتحضر على الوزير جبران باسيل وغيره من بس على الارجح على الوزير جبران باي موضوع كمان منك عارف انه في دعوة بدها تتحضر بموضوع ان يزج باسم القوات زورا وبطلانا في نيترات زراعية تكتشف هنا او نيترات صناعية تكتشف هناك ما بعرف بدكم ترفعوا دعوة ماني مطلع بهيدي الحالة على ثلاث ارباع الشعب اللبناني الا القوات يعني كل شيء خارج اطار القوات عم يتهم هموم الناس يا ست اكيد بس هيدا كمان جزء من هموم الناس هيدا وهيدا هيدا جزء من تعمية عقول الناس واخذهم الى مكان اخر مين لما يحس مين عم بيمارس التعمية اللي عم بيبث الاشاعات يلي بحاضر بالعسه انه سنرجعجع بده يتاجر بالكيماوي بليز يعني عن جد خلينا مش رجعجع بده يتاجر بالكيماوي بس هي الفكره فكره طيب التغطيات يلا خلينا نكفي بعد الاعلام خلينا نكفي بعد الاعلام بهالاطار وبنحكي نحن وياك بواخر ايضا ولانه كمان ايمين ايامتكم على هذا الموضوع بس شو البديل اللي بدكم وقف التهريب البديل وقف التهريب وقف التهريب يا جماعة ما بدنا شيء منكم لا بدنا بواخر إيرانية ولا بدنا مازوت من إيران بدنا يوقف كقوات هلأ أنا كزياد حوات وكقوات أكيد مش باسم الشعب بلا تعرف الشعب بده يوقف التهريب مين الشعب كل أنت ما بدك يوقف التهريب مين الشعب ما عم بحكي عن التهريب مين كل الشعب مين عطيك سك أنا نايب عن الشعب ماني نايب عن الشعب عن الشعب اللي انتخبني أنا جبت 15,000 صوت يلا. مع احترامي أكيد لأصواتك خلينا نتوقف مع بريك ونعود رحب فيكم من جديد مشاهدينا أتابع الحوار مع ضيفي النائب الأستاذ زياد حواط أهلا وسهلا فيك من جديد أستاذ زياد لنحسم هذه الجدلية العقيمة بموضوع النيترات طبعا بانتظار التحقيقات بهذا الامر ما فينا يعني بالنهايه اوكي في حملات معموله في حملات بتنعمل بالسياسه في حملات بتنعمل بالخصومه السياسيه بالكيديه والنكيات لانه ما بتسكتوا لبعضكم عاده وخاصه قوات وتيار يعني تاريخيا حتى مع الاتفاق ما سكتوا لبعضكم في تحقيقات في علامتين استفهام انطرحوا اليوم كاتب عنهم استاذ رضوان مرتضى زميلنا كمان بالاخبار عم يقول انه عمليه انتقال التحقيق من اول شيء بلشت مع مع الرئيس عويدت لا بلشت مع الشرطه القضائيه يلي وضعت يدها على هي اللي اكتشفت شاحنه 20 طن انتقلت بعدين لفرع المعلومات وهلا الملف بايد مخابرات الجيش هيدي ما يعني غير مسبوقه عمليه الانتقال بهذه الطريقه للملف تطرح
علامة استفهام. من علامات الاستفهام اللي طرحها الأستاذ رضوان هي أنه أول شيء طبعا استمعوا لمارون الصقر لأنه تبين أنه هيدا ملكه النيترات، يعني طلع من عنده من مزرعته لصالح الصلح، أنه انتقلت من الشرطة القضائية إلى فرع المعلومات وبعدين من فرع المعلومات إلى قيادة الجيش. في خشية هون أنه استعمال هذا الأمر ضد القوات اللبنانية من قبل فرع المعلومات لصالح الرئيس سعد الحريري، وبنعرف أنه عنده نقطة انتقامية ناطركم على المفرق الرئيس سعد الحريري بهذا الموضوع، واحتمالية طمس حقائق إما بالتشابه أن يكون هذا النيترات جزء من النيترات المسروق من المرفأ، وإما بالعكس أنه ما يكون ويكون في حدا بده يلفق ملف. ثقتنا كبيرة بالأجهزة الأمنية إن كان شعبة المعلومات وإن كان مخابرات الجيش، والقضاء يحط إيده على الملف. ونحن سبق وقلنا ومبارح إلى رئيس تكتل الأستاذ عدوان لا نغطي أحد، أي مرتكب فليحاكم، بس ما حدا يحكم على الأشخاص ظلما، غير هيك ما منغطي حدا. يعني أنا ما بدي فوت بتفاصيل شغلي ماني مطلع عليها وما بعرف شو صاير فيها، هيدي أشغاله هيدي، يعني ما عندي خبرة وما عندي تواصل. أنا اللي بقول لك ثقتنا كبيرة بالأجهزة الأمنية، بالقضاء يحط إيده على الملف، إذا كان بريء فليبرأ، إذا كان مذنب فليحاكم، بس ما رح نقبل إذا كان بريء أن يحاكم. نقطة على السطر بس، وغير هيك ما عندنا حدا نغطيه. بس أنتم مقررين سلف أنه إبراهيم الصقر بريء؟ لا بالعكس أبدا، مين قرر سلف؟ يعني عملوا في أكثر من رئيس تكتل عم بيقول بالمجلس إذا كان بريء حكموا، إذا كان مظلم ومرتكب حاكموا، أكثر من هيك أنه عم نعطي قصة الصقر أكبر من حجمه بكثير. هيدا تاجر، هيدا تاجر، تاجر مزود، اذا مغلط على قوله مش نقته، واذا كان عم بتكون عم بتنادي بالتهريب وعم بتجرم وعم شو لنا عليها، شو لنا عليها انا اذا الصقر مخزن الله. شو القوات اللبنانيه مخزنه؟ لا بس نحن بس اليوم ما نصغر الامور هالقد. لا ما حدا عم يصغر، تاجر تاجر عنده اذا مغلط يا ست سمر. طلعت بانفجار المرفأ كقوات لبنانية ايه؟ اتهمت قبل اي قبل ما حدا يتنفس مبلا، لا اتهمت حزب الله. لا مش صحيح بالموضوع، ما له صار في اتهام مباشر. نحن عم نقول لا خلينا نرجع على الموضوع تكون واضحين ودقيقين. نحن قلنا بدنا لجنة صقر. نحن قلنا لجنة تقصي حقائق دولية لأنه لا ثقة لدينا بمعظم القضاء وبالتركيب اللي عم اليوم صار في اتهام لحظة. من قبل الدكتور سمير جعجع بأو أول تفجير المرفأ. تفضل بس عم دق لك معلومتك. لا مش صحيح. بلا صحيح، سمير جعجع قال مش ممكن يفوت كميات نيترات هالقد إلى بور بيروت وحزب الله ما يكون معه خبر، مش ممكن يتخزن يعني. مش ممكن يتخزن 7 سنين كمية هائلة من المواد المتفجرة بنص بيروت بالمعبر رقم 12 وحزب الله ما يكون معه خبر. مش ممكن إنه يتهرب. مش معقول يتخزن كل هيدا الشيء عند بيت الصقر وعند ابراهيم الصقر تحديدا ولو بور بيروت ويقول لك والحكيم ما معه خبر. لحظة، انه عم تشبهي القوات اللبنانيه والدكتور سمير جعجع عند احد الحزبيين هو شو داير له اشغاله ب 2500 طن من النترات ببور بيروت وحسب الله حط ايده على البور. انا ما عم شبه، بس عم اقول لك انه هذا أوكي. المبدا يلي انت ما بتقبله على حالك ما فيك تطبقه على غيرك. لما صار تفجير الكارثه في بيروت قلنا لهم روحوا الى لجنه تقصي حقائق دوليه، حزب الله والتيار الوطني الحر وهالمنظومه كلها وحركه امل وكلها، لا عندنا قضاء فليحكم القضاء اللبناني. اجى المحقق العدلي مش قابلين يعترفوا باحكامه او بقراراته او باستدعاءاته. طيب لا بدكم تحقيق دولي ولا بدكم تحقيق عدلي، شو المطلوب؟ ما السيد حسن قال من 5-6 شهور خلاص نعطي تعويض للناس ونسكر الملف. لا ما فينا نسكر ملف، قتل 200 شهيد في بيروت و6000 جريح وتدمير عاصمه موبيا، بعد لليوم ما عرفنا النيترات مين جابهم وكيف اجوا وكيف استقدموا الى لبنان ومين خزنهم ومين حماهم ومين هرب النيترات من بور بيروت ولوين راحوا النيترات من بور بيروت. خلي القضاء يحط ايده على الملف وخلوا القاضي بيطار يعمل التحقيقات اللازمه، واذا ما عندكم ثقه بالقاضي بيطار روحوا الى لجنه تقصي حقائق دوليه خليه يتابع الملف. هيدا اياها. واذا بموضوع الصقر وبموضوع النيترات خلي القضاء يحط ايده والاجهزه الامنيه تحط ايدها وتحقق من هلا لا تخلص. بكل حال هيدا اللي رح يصير، في دعاوى رح تنرفع، في وكيل الاستاذ ابراهيم الصقر كمان المكتب المحاماه كمان
حاكي بهذا الإطار ويقول أنه ما جاء على لسان الوزير باسيل فيه كثير مغالطات ورح تأخذ الأمور مجراها ويأخذ العدل مجرى بهذا الموضوع. خلينا ننتقل لزميلتنا ريف عقيل. صباح الخير ريف. ريف ريف عم تسمعينا؟ نعم سمر، صباح الخير وصباح الخير للمشاهدين. بعد نيل الحكومة الثقة نهار البارحة، بدأ وزير الداخلية بسام مولوي أولى مهامه رسميا صباح اليوم بزيارة مبنى المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي في منطقة بيروت. طبعا هذه الزيارة تأتي في إطار التعرف وفي لقاء المدير العام لقوى الأمن الداخلي اللواء عثمان، وأيضا لقاء قادة الوحدات. وهذه زيارة طبعا ستشمل كل الوحدات وكل أقسام مديرية قوى الأمن الداخلي. عند وصوله يعني استقبلت مستشفى قوى الأمن الداخلي، وكان هناك عرض واستقبال رسمي لوزير الداخلية بسام مولوي. انتقل بعدها إلى اجتماع خاص مع اللواء عثمان، وبعدها هو يجتمع الآن مع قادة الوحدات الأمنية في مديرية قوى الأمن الداخلي. نحن الآن في غرفة عمليات مديرية قوى الأمن الداخلي، حيث سيصل بعد قليل وزير الداخلية للاطلاع على سير العمل وكيفية يعني التعامل، خاصة في هذه الفترة الحساسة أمنيا واجتماعيا واقتصاديا في لبنان. بعد هذا الاجتماع وبعد لقاء هذه الوحدة سينتقل وزير الداخلية في اجتماع خاص إلى شعبة المعلومات، خاصة وأن هذه الشعبة قد استلمت تحقيق في ملف نترات الأمونيوم الشاحنة التي ضبطت في بلدة بودنايل في الأيام الماضية، وطبعا يعني نسبة الأزوت وبانتظار النتائج المخبرية. بعد هذه الزيارة سينتقل الوزير مولوي إلى منطقة مارليس فكانت الحلو تحديدا، وذلك أيضا للاطلاع على عمل الوحدات ومعاينة المختبرات الجنائية هناك، خاصة وأن كل الأنظار تتجه إلى هذه المختبرات، حيث ننتظر نتائج دقيقة لمادة الأزوت التي يعني يبدو أنها أصبحت واضحة حتى الساعة، لأننا بحاجة كي يتمكن الخبراء الكيميائيين هناك من تحديد عمر أو تاريخ إنتاج وتصنيع نترات الأمونيوم، ولربما يعني فيما لو كان هناك وجود ارتباط بنترات الأمونيوم الذي كان موجودا في مرفأ بيروت. نحن سننتقل من هنا مع الوزير مولوي إلى مارليس، ونعود إليك فور ورود أي جديد. سمر شكرا لك يا زميلة ريف عقيل، وطبعا سيكون لنا عودة إليك لنتابع بما تبقى لدينا من وقت استاذ زياد. طيب إذا قلنا موضوع نترات وما إلى ذلك سيكون موضوع دعاوى قضائية، وحسب نحن بعكس ما دخل وفيق صفة بموضوع القاضي بيطار وانه قضاء مسيس، والسيد حسن حكي القضاء مسيس، نحن عم نقول يحط القضاء ايده على الملف فليحكم، واذا كان مذنب فليحاكم، وبريء فلتعلن براءته ونخلص من القصه. طيب اوكي، بعكس ما تدخل وفيق صفا بالموضوع. ليكي شو صاير هون؟ خليني من جملة هيدا الأمور. طيب انتقدتوا موضوع وحكينا أنه موضوع البواخر الإيرانية وما إلى ذلك، هيدا الموجود، فلتتصرف الدولة يعني تخلق بديل لهذا الأمر. في ناس بدها اياهم ورغبتهم ومبسوطة فيهم لأنه عم يرفعوا شوية خلينا نقول حمل عن كاهلة. بتعرف أنه في بلدات لبنانية وبلديات محسوبة على القوات اللبنانية تواصلت وطلبت مازوت ورح تتسلم من بشري لزحلة لجبل لبنان يعني عم بيحاولوا للمتن، يعني عم بيخلونا انه يغيب عن نظرنا الاساس اللي هو هلا جاوبني على هالنقطة، شو بدي بالاساس اللي هو التهريب بنظرك؟ ما هي الاساس عم بسألك انه انت ليش بتوصل هون؟ طيب انا عم بسألك سؤال ثاني هلا، عم بقول لك نعترف بالامر الواقع الموجود، لا وقفون للتهريب، والبخرة الايرانية اللي اجت على سوريا خلوها بسوريا وسكروا الحدود. طيب في احيان من هيك يا عمي؟ موافقة معك بس جاوبني على سؤالي. في بلدات وبلديات محسوبة على القوات اللبنانية، بكره بنطلع لك اسماء. ايه ما عندي معلومات. شو كيف رح تصرفوا معها؟ ما بعرف، ما عندي معلومات بهالاطار. تفصلون؟ يا ما بعرف، مثل ما فصلتوا استاذ معلوم. بدها القوات هي تاخذ قرار، يعني انا ما الموضوع ما بيعنيني. ما بتحسوا حالكم الغلط اليوم لما عم تكونوا ملكيين اكثر من الملك؟ وطنيين اكثر من خليني كفي سؤال. وطنيين نحن، وطنيين اكثر من بتعرف شو بدي اسال؟ للحمايه على اولادي واولادك اكثر من الملك،
لما بتلاقوا العالم كله يلي حكيته باسمه ساعة بيفتح لكم الحنفية ساعة، هلا معكم حق تخافوا من تسكير الحنفية لأنه في مخصصات قائمة بتنقطع عنكم يا عمي، ولكن ولكن طيب وطن، ولكن الفكرة مش هون، العالم بأسره يلي واقفين معه ويلي عم تكونوا ملكيين أكثر منه وأكثر، كله عم بيعود يزبط علاقاته مع سوريا. ليش احنا شو بيعنينا هالملف؟ نحن بمكان آخر، نحن تجربتنا مع النظام السوري بلبنان تجربة سيئة جدا، تجربة وصلت أنه ألغت الحياة السياسية بلبنان وأفلست لبنان. عم تحكي بالسياسة مش بالحرب. بالسياسة أكيد بالسياسة. لما السوري إجا قعد 20 سنة بلبنان دمر كل شيء، ما خلى شيء، بس بمراحل كنت حليف لهذا السوري، حليف بالحرب. القوات كانت حليفة للسوريين طبعا، ما في زمحة نذكر مين قصف مع بحرب التحرير، مين قصف مع السوريين بعبدة والحدث وغيرها من المناطق. تومي زهرة هو يخبرك يعني عم تسأل على الأقل، هيدا اللي بنقرأ. ما مش عطول اللي بتقريها، من ضمن الحملة التجني على القوات، وبرضه جيبي حدا رافق هالحقبه وبيشرح لك عليها اكثر، افهم مني واكثر مني. بس انا عم اقول لك تجربه اللبنانيين، كل اللبنانيين مع النظام السوري ومع الحكم السوري في لبنان كانت تجربه مدمره قاتله. هلا شو عم بيصير بين العرب وسوريا، شو عم بيصير بين العرب واسرائيل، شو عم بيصير بين الايرانيين والامريكان، نحن بدنا مصلحة بلدنا، نحن بده يرجع لبنان صلة الوصل بين الشرق والغرب، ما فينا نكون مقوقعين بمحور واحد ومعزولين عن كل الناس. بالتأكيد أنا بدي يرجع لبنان إلى الحاضنة العربية، بدي يرجع لبنان إلى أحسن علاقات مع أشقائه العرب، بدي يرجع لبنان يكون صلة وصل بين هالشرق وبين هالغرب اللي جاب للبنان كل النعيم وجاب إذا عادت كل إذا عادت العلاقات طبيعية مع سوريا طبيعية طبعا ضمن مفهوم السيادة والعلاقات من دولة لدولة وما إلى ذلك، كيف رح تعاطى القوات بهالموضوع؟ عندك فكرة؟ القوات أصلا حزب لبناني، ما لها علاقة تتعاطى مع سوريا. اليوم بيكون اليوم في علاقات مع اليوم مع تجربة دول، بيكون في زيارات، تجربة القوات إذا عم تحكي كحزب مش كلبنانيين، تجربة القوات مع نظام الأسد كان تجربة مدمرة للبنان بوجهة نظر القوات، وبالتالي طيب مش بالأمر الهين إعادة المياه إلى مجاريها بين نظام الأسد والقوات اللبنانية. كثير هين القصة، بس من الطبيعي أن تعود العلاقات الوحيد من الطبيعي أن تعود العلاقات اللبنانية من دولة لدولة بين لبنان وسوريا، رح توقفوا ضد هذا. إذا رجعت سوريا إلى الحاضنة العربية وإلى جامعة الدول العربية ورجع اعترفوا فيها العالم، القوات اللبنانية لا بدها تكون هي واقفة، بالعكس القوات اللبنانية بدها مصلحة لبنان، ما بدها أنه يرجع السوري من الشباك بعد ما طلع من الباب، بعد ما كلف دم لخروجه من لبنان، ما بدنا يرجع من الشباك، يبقى سوريا بسوريا. اقتصادية في علاقات سياسية، فليكن عم يطلع مسؤولين، عم يطلع وزراء، يتابعوا الملفات، يطلع ما الوقت خارج اللعبة. أنتم نحن خارج هذه اللعبة، لأنه نحن بنعتبر أنه ما أجينا شيء للبنان من بيت الأسد ومن نظام الأسد غير كل القتل والتشريد والدم والتعتير، يعني هيدي الذهنية. إذا رجعت العلاقات طبيعية بنرجع بنقول من دولة لدولة ما في أي مشكلة، خلها ترجع سوريا. رجعتوا إلى الحكم وربحتوا انتخابات ورجعتوا فتوا على الحكومة، ويمكن ما بتعرف يصير سمير جعجع رئيس جمهورية. لما بترجع سوريا إلى جامعة الدول العربية، يعني يرجع يعترف فيها عربية وبترجع إلى الحاضنة العربية، أكيد بنتعاطى فيها. ببطل بشار الأسد مجرم، بضل مجرم بس بنضل نتعاطى معه، بس بتضطر تطلع لعنده، نتعامل معه كونه رئيس دولة، نتعامل معه كونه رئيس دولة معترف فيه من جامعة الدول العربية. طيب شو بدها القوات اللبنانية؟ هم الأساسي اعتراف جامعة الدول العربية يمحي الإجرام وما إلى ذلك والديكتاتورية يلي تهمتوا فيها. المهم ما رح نسمح أبداً، وراح نقاتل بايدينا وكل الامكانيات الموجوده بين ايدينا تما يرجع اللي فل من الباب يفوت من الشباك، لن نسمح انه يرجعوا النظام السوري والحكم السوري الى لبنان يتحكم بمفاصل اللعبه السياسي. عم نحكي من دوله لدوله، من دوله لدوله ما في مشكله، بس يرجع هو يسمي وزراء، ويرجع هو يعين مدير عامين، ويرجع هو يعين مدير كازينو لبنان، ويرجع هو يتحكم بمفاصل اللعبه، لا ما راح نقبل فيها ولا نسمح فيها. في البعض ترحم على ايام السوري بهيدي الحكومه انه كان بشخص على بسبب سوء اداره الفريق الحاكم، يعني قديش سيئين تا
الشعب اللبناني عم يترحم على ايام غازي كنعان ورستم غزالي وبيت الاسد. سؤال اخير بهذا الاطار له علاقه بالانتخابات النيابيه وله علاقه باتهامكم كقوات لبنانيه من قبل افرقاء اخرين باللعب بالساحه السنيه اليوم. اليوم اذا بنقول انه المملكه العربيه السعوديه ما بتحكي مع حدا بلبنان الا مع سمير جعجع ومع القوات اللبنانيه، في كلام بالصالونات السياسيه وعند خصومكم خلينا نقول وبعض حلفائكم اللي مش كثير طيبات انتم وياهم، بيقول انه اليوم السعوديه رح تدفع مصاري بالانتخابات النيابيه، ولكن المهمه موكله للدكتور سمير جعجع بالشغل والعمل داخل على الارض السنيه وداخل الجمهور السني لخلق ناس بوجه سعد الحريري ونجيب ميقاتي والطاقم خلينا نقول السني التقليدي. لكن بالموضوع اول شيء خلينا نقسم السؤال عن موضوع دفع المصاري، وثانيا عن القوات ونشاطه بالشارع السني. بموضوع دفع المصاري القوات كلنا بنعرف انه اليوم السعوديين خارج اهتمامها الوضع اللبناني، ما عم تتعاطى بالملف اللبناني كقوات، مش عم تحكي وضع ولا عم تتعاطى بالملف دعم اي فريق حزبي لهم فتره طويله خارج الصوره اللبنانيه، مش عم معتبرين مصاري ابدا يعني؟ ابدا انا يعني الخليج ما عم يدفع مصاري لمعراب؟ لا 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 اقله باللي بعرفه. بس انا بقول لك ما في مصر تكون بتعرف يمكن يعني. بس انا عم بقول لك اللي بعرفه، لا اليوم الصوره السعوديه خارج الكادر اللبناني، اهتمامهم في السعوديه وحربهم في اليمن واهتمامات اخرى، وبالتالي هن خارج الصوره الانتخابيه والسياسيه والحكوميه اللبنانيه، ومعتبرين لبنان تحت وصايه ايران وتحت حكم حزب الله، هن ما عندهم اهتمام بالواقع اللبناني. دور القوات اللبنانيه في الانتخابات النيابيه المقبله، ايه القوات عندها حضورها في كافه المناطق، بالمناطق اللي فيها تماس مع الشارع السني وبالمناطق اللي ما فيها، وما كان عندها اصدقاء بالشارع السني عندها اصدقاء، بس انه هي تدعم فرقاء تيحلوا محل الفرقاء السنه هني بيقرروا مين قياداتهم ومين زعمائهم، والقوات اللبنانيه ما عندها القدره تتقرر عن الشارع السني او تخلق له قيادات جديده. القوات اللبنانيه حتحضر انتخاباتها في كافه المناطق بكل جديه، بدها تشتغل تقدر تامن اكبر عدد ممكن من النواب السياديين تنقدر نعمل التغيير المطلوب من الداخل. ان شاء الله الشعب اللبناني يصوت الى جانبنا، يصوت الى جانب هذا المشروع اللي ممكن نشيل لبنان او ننتشله من هالازمه الاقتصاديه والمعيشيه اللي عم بيعيشها لبنان، وبالنتيجه القرار الاول والاخير للمواطن اللبناني. ما حدا بيقدر يوقف وراء اي مواطن هو وراء الصندوقه او وراء الستاره عم ينتخب. انا بقول اليوم التغيير يبدا عند كل مواطن، ما حدا يقول قصه اكبر مني وانا مش قادر اغير، التغيير ببلش بكل بيت، بكل فرد، بكل شخص، بكل شاب وصبيه، التغيير مطلوب من صوتك. ما تقول انه انا مش قادر اعمل شيء وانا نزع على البحر وانا ما بدي اياهم كلهم، لا ما تقول ما بدي اياهم كلهم، روح اختار اللي بدك اياه، اختار الصح وصوت مزبوط، وساعتها اذا ما قدرنا عملنا التغيير بكون اقل ايمان، عملنا واجب تجاه ربنا وتجاه وطننا وتجاه مستقبل اولادنا. حلو، مش هينه تكون قوات بالتأكيد. هيك قلنا بالتويت بدنا بالاعلان عن الحلقه، طبعا مش هينه بدنا صوتك هلا، هيدي كل واحد صوت مين؟ صوتك بالانتخابات مستحيل على اي حال مستحيله بهدف التغيير، يعني نحن بدنا نغير ما حنحط. انا رايي لازم هالمره يكون التغيير قوات. هاي الكلمه هيدا الحكم عندكم، هي بتختصر الحلقه كلها، بنرجع للاساس شو هو الهدف الأساسي. أكيد التغيير يجب أن يكون قوات عندها كل القدرات وكل الإمكانيات. التغيير يجب أنه ما يترك حدا منكم. مش صحيح هيك التغيير بيكون. التغيير يجب أن يحاسب الذي أساء. كل على بعضها مبلا هيك بيكون. في منظور مش هنفتح نقاش جديد هلا بهذا الإطار. أنا بدي أشكر، نترك للناس بأيار 2022 حرية الاختيار، ينتخبوا اللي بدهم إياه، بس رجائي لهم ينتخبوا صح من اجل مستقبل اولادنا. هي انتخبوا صح كان شعار التيار. هلا ما يا ريت كانوا صح، يا ريت كانوا صح، انتخبوا صح. شفت كيف عم بتوقع حالك؟ شكرا لكم مشاهدينا، شكر لك استاذ زياد، والى اللقاء. شكرا. شكرا سمر. بحلقة بكرة من صباح اليوم بتطلع عليكم الزميلة ساشا دحدوح، ومع الفقرات التالية اتصال مع غرفة عمليات التحكم المروري لنعرف أكثر عن وضع الطرقات، برج اليوم مع جمانة وهبي.
على الموضة مع شانتال أسي، فيت بيت مع كوتش مايا زيدان رح بتفرجينا كيف فينا نتمرن بالبيت، شو في ما في مع محمد قباني، المعلومات المغلوطة بمش غلط مع ساندرا فواز، اسمع مني مع نادين جودي أستاذة جامعية وباحثة بالشؤون التربوية لنحكي عن أسباب ضعف مستوى التحصيل الدراسي، كتير كول مع الممثل إلي متري. لنعرف أكثر عن أعمالها الجديدة وأخبارها وأخبار المشاهير معنا من الاستوديو الممثلة بونيتا سعاد. سوق العمل مع الزميلة مروة خلف بتخبرنا شو في فرص عمل ووظائف بكافة المجالات. أما ضيف اليوم الممثلة نغم أبو جديد لنحكي عن أعمالها ودورها بمسلسل حكايتي. وأخيرا آخر أخبار وتحليلات الصحف مع الزميلة كلارا جحا والحدث مع الزميل رامز القاضي.